الله وبركاته، كيف حال الشباب؟ معكم محمد توقير احمد القحطاني من قناه ريبيل ليجن. جيناكم اليوم بالحلقه الثالثه من تختيم لعبه بورتيلز. انا مش فيني هالنكت للمره الثالثه. اقول لكم اتمنى ان الصوت كويس، وبرضه اعطوني تحديث اذا الصوت زين او لا عشان احدث فيه اول باول، لان جالس العب بالاعدادات واحاول اني اضبطه قدر المستطاع. احس فيه كتمه. انا حاليا في غرفه فاضيه ففيها صدى، ما عندي شيء امليه في الغرفه ولا عندي مايك صاحي يعزل لي الصدى. فالله يعين لين تدبر الامور. زي ما شفتوا الحلقه اللي راحت كملنا مهماتنا اللي هنا ورجعنا زبطنا امورنا وجهزنا امورنا. راح نسوي المهمه دي وننتقل للفيران ونحاول نجد الفيران. الكلان حقنا يب تقريبا لبسناهم ملابس زينه. في اثنين ذول ما هم لابسين لكن لا باس فيهم، عندنا امور تصلح يعني اغراض اصلاح صيانه، وعندنا 8 علاج واثنين حق الطاعون. فنبي ننطلق الان مهمتنا الصغيره ثم ننتقل للطاعون او مهمه الفيران يعني. اوكي وصلنا مهمتنا، هذول هم الربع اللي نبي نجلدهم. هجوم. طيب تقريبا عددهم ثلاثه، نقدر نتفاهم معهم سهلين. خلينا نجرب الحين قوه اعضائنا كيف بعد الجير والشغل الحلو. طيب هذول هم عندهم ليدر. طيب الليدر حقهم خليه يتفاهم مع التانك حقنا. عندنا ذا ابو عجره، امورنا زينه ان شاء الله. طيب مين اول واحد بيبدا؟ اللي وراه. طيب خلي هذا ينطلق. حلو، تصدقون والله نسيت المهارات اللي معطيه اياها انا. طيب المهاره ذي جين ديفليكشن نكس اتاك ريديوس. اوكي الهجمه اللي بتجيني تضعف 70% وهذا تضعفها 50%، فكذا ما راح يجيني دمج ابدا. لكن هذا يقوي الناس اللي حواليني. خلينا نوفر المهاره لين يجون اعضاء قريبين منا. طيب نفس خوينا راعي السم الان في فخ هنا، خليه يعدي منا هنا. اوكي ما راح يطوله، ما راح يطول الضربه. طيب 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 ما في مشكله، ما في مشكله. نشوف راعي الدقر وين بيجي. بيضربه بدرع، كويس انه يضربه بدرع لانه بدرع اموره زينه مع درع يعني. طيب خوينا هذا ودي انه يجي هنا الصدق. حلو ويحاولنا ما يقدر يكمل قدام، ودي انه يجي بين هذول ويضربهم. ننهي دورته. راعي الاسهم خليه يمشي هنا، واذا تحرك احد شي نهبد بسهم. حلو نسوي المهاره هذه ان اذا تحرك ضربنا ترى. حلوين الان تجي دورتهم، بيتحرك بيلقم سهم بيخبزنا. لكن لا ما راح يخبزنا، يمدينا ناخذ مسافه عنه. طيب بدل ضرب. اوكي انكسر درعنا. طيب نبي نحرك خوينا هذا، ليش ما يقدر يجي؟ يا ساتر يا خمش منه. طيب ما علينا، نبي نقرب هذا هنا عنده بدر نسممه. كان الضربة ذي بتدمج خوياي كلهم. الضربة ذي applies to poison to any unit that walks through the cloud. اوه اجل لا نستخدمه، لا نستخدمه. كأنه يدمج ربعنا ذا كله. طيب ابو اسهم انهي دور كذا. ابو اسهم كنسل هذه، عطها انسحابه للخلف. خف ذا بسهم وعطها بروتش. كذا اموره زينه. نبدا دوره. اوكي خوينا بدرع قام يلقم، ما عنده ابيليتي يستخدمها. طيب بقى خوينا ذراع العجره، خليه يجي من هنا افضل يفنشهم مره واحده. بيطول لكن تكون ضربته قويه. طيب حلو حلو، ما راح يقدر يضربنا. اوكي نشال درعنا اللي هنا. طيب خلينا نخليه يقرب هنا ثم نهبدهم الاثنين.
حلوين. هي دورته ابو طعنة هذا بيطعن الدنيا كلها يا شيخ. كنسل ذا اضرب. حلو الحين دمجنا زاد، المفروض اني سويتها من اول عشان الدمج يزود. طيب طلقه لا وقف. طيب ينهي دورته. ترى انا انكسر هذا الله. هذا يسوي زي الغبار ويدمج اللي حوالينا. طيب اثبت. ان شاء الله الامور زينه ان شاء الله. بيضرب ذا حلو ما مات. خلاص الحين خوينا ذا بيفنشهم، المفروض انه يفنشهم. فنش ذم. فنش واحد بقى الثاني. نحم ذا. اعطاه ضربه من هنا خلاص. احتياط. ودي اسحب ذا يركز علي. لكن ما ادري كيف الصدق. أنا هذا خوينا على شكل انه يموت. طيب الله يستر. طعنة ذي ما استفدنا منها ابدا، يبغالي اغير الدقر حقه الغبي. الدقر حقه قوي لكن زي ما تقولون يدمج الكل. طيب بقى خوينا ذا يموت كذا. فما لهم الا ذول يفنشونه. اول واحد هذا يضرب. حلو عطها مره ثانيه كذا. الدوره خوينا بو اهبط. يا سلام ابو اسهم تكفى. فنشه كويس. هاشوا والله حشروني. المهمه ايزي يا ولد. ايش فينا حشرنا. طيب اثنين مصابين. ابو عجره لفل. طيب ابو عجره ابي اعطيه ضربه عاديه. هذه ديزناين تشارج ستريت لاين. هذه اعطيها تشارج حلوه. دمج ذا تارجت. اوكي حلو. عند بليس ويكينج هذه حلوه لانه هو ضربته اوكي حلوه لكن سوايب تاخذ دور لين تخلص. طيب اول شيء نصلح كل شيء. نهيئ المدمجين نسوي لوت. اكلنا اموره زينه تقريبا. اموره زينه الاكل تقريبا تقريبا يكفينا ثلاث ايام. حلوين نسوي كونتينيو. ابغى اشوف الرينجر اللي معي وينه. الدقر اللي معه الصراحه ما يجمل للامانه. حق مجموعه انا ما ابغى حق مجموعه، ابغى حق نفر بس. طيب هنا في كام ما علينا منهم نجيهم بعدين. نبي نروح الان للفيران على بركه الله. بننام بالطريق لان نوصل لهم. اوكي قربنا منهم لكن الحين جاء وقت النوم. خمدوا ناموا بس لا قبل ما ينامون خلينا نشوف اذا في شيء تكرفت. لوك باك تورش. تورش تفيد تورش ذات اليمينيت داركنس بليس. طيب فيش هوك كوكينج بيت. اوكي خلينا نسوي اللي نسوي حق الطبخ. نبغى نشوف فايدته. طيب حلو يبغالنا نحط طباخ بس ابغى اشوف ايش الطبخات. طيب مهمة الطبخ وش تحتاج؟ بلاك سميث عندنا هذا 10. هذا ملفل صدق ملفل. البلاك سميث هو اللي ما هو ملفل. نحط الطباخ. حلو نشوف ايش الطبخات اللي نقدر نسويها. بس هذه ما تفيد. كرافتنج في شيء ثاني نسوي له كرافت؟ لا يبغى نسوي التنت. نحتاج ليذر جلد وحبال. طيب نجي هنا. هذا راح يزيد لنا سعاده. الخمر. طيب نستخدم الخمر. نستخدم تفاحات. لا كنسل تفاحة. حط لحمة. ندفع لهم رواتبهم نسوي رست. المفروض سعادتهم الحين ترتفع. يا سلام
السعادة مرتفعة، أمورنا زينة، نكمل رحلتنا. أيوه هذولهم قريبين، خلاص جايين جايين. توني دافع الراتب على طول 80. طيب اوكي الفيران، اوكي your feet sink into the mark the ground sudden. اوكي exterminate rat infestation. حلو حلو حلو. طيب نبدا الفايت الان. طيب حلوين حلوين، ما بكذب عليكم تقريبا انا فهمت موضوع في الفايت حق الفيران. لازم نهزم الدب، اذا ما هزمنا الدب بيقعدون يرسبونهم كل شوي. فاير دامج تيكن انكريس، اوه الدمج يلعن والدينا. طيب اول شيء نبغى نستخدم خوينا راعي ال، حلو هذا يقدر يتنك هنا. الرابع هنا البومن، توقع البومن راح يذبح ذول كلهم اذا تحرك، اتوقع بيذبحهم. عطها كذا، كان المفروض اني ضربت فيها اقل شيء. طيب ننهي الدورة. حلو حرك هذا هنا عشان يبدا الضربة ذي. حلو ننهي الدورة، هذا اللي بيتحركون الحين بنضربه. الاول انضرب، ايوه عدانا بشغله، اضرب. حلو، لو ان الدمج بس شوي عالي خليه يضرب بدرع، ما عنده مشكله، انا ودي بدرع يتنك. الحين ابو سم، خلي ابو سم يجي على قائدهم ويضرب. حلو اوكي اسوي سوايب يعني اني كذا. اوكي 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 فهمت فهمت الحركه الان. الحركة دي استخدمها على مين؟ استخدمها على زعيمها، لا ما اقدر استخدمها على ذا، بس زي ما تقول هذه فينش تنهي المعركة. طيب خلي موقع هنا زين. بويزن خوينا ابو درع، فنش ذا وحش ممتاز. باقي الفار هذا بيتحرك وبيلقم، خلنا نجي هنا بس عشان يتحرك هو. طيب كذا تمام، ننهي الدورة، يلقم له ضربة، جيني ضربني ما سوى شيء، أعطاني بس ديباف. الفار الكبير الحين بيقعد يصايح ينادي مجموعة فيران. احنا بنحاول نفنش الان سريع سريع وهيا ابن الذين. طيب خوينا ذا بضربه قويه، اهبط. حلو ضربه ثانيه، اضرب. حلو من ضربه ذي خلها جاهزه، واتوقع ما راح احتاج الحين هذا، بيعطيها دوره ويذبحهم، ذبح رئيسهم انتهى انتهينا. يا سلام لوت نصلح له، خل التصليح بعدين. طيب خلينا نتاكد اول شيء في احد مننا مصاب. اوكي ما اشوف احد مصاب في البليك هنا، امورنا زينه. حلو خلصنا المهمه. لو جيشي ما هو قوي كان لقمت، اتوقع الجوال قاعد يطنطن وازعج. اتوقع لو جيشي ماني مقوي او فرقتي ماني مقويه زي قبل شوي كان لقمت. يبينا نزود عددنا بس يبينا نضمن لنا دخل صاحب، صدق نقدر نسوي مهمات صعبة وتجينا فلوس كثيرة. ما عندنا مهمات ريفيجي؟ لا إلى الآن ما عندنا مهمات ريفيجي. هذه باندت أتوقع قافطها أنا، سترونج هولد حقهم. طيب الآن نرتحل، في عندي مهمة وين هي؟ هذا 80 وش هي؟ 80 الرواتب يب. طيب معنا لحم وذا، ما ادري ايش فايدته الى الان اللحم، انواع مختلفه يعني في الاكل. طيب كمل كمل كمل، نبي نرجع الان للبيس و
ونسلم. على طريقنا في طاحونة هنا، خلنا نمر الطاحونة نشوف إذا عندها مهمة أو شيء. هذا البوس نحش منه. الريفيجي تتذكر انهم يبيعون حبال، انا كنت احتاج حبل عشان خيمه صح؟ مساكم الله بالخير، تعالوا. اي عندهم حبال، اعطوني 4 حبال. يبغون اكل، عندي انا انفلونس صراحه كثير. بس نتركهم نكمل نمشي. وش اللي كنت بكرفته انا؟ الخيمه وش تحتاج؟ اوكي عندي الحبال، باقي لي الليذر. ذكروني الليذر اقدر اطلع مهاره من هنا واحول جلود البشر الى ليذر. وين المدينه هذه اللي ما اكتشفناها؟ وين هي هنا؟ في واحده، ايوه هذه. لا مو بذي، اتذكر والله العظيم في واحده كريس بويز. طيب الصدق والله ما لقيتها، شكلها مين موجوده باقي او ما انفتحت لي. اتذكر ان هنا كذا شكل جلد زي هذه انكريس تروب سابينس باي وان. لا حول هذه عاد مفيده ذي حقت الجلود، ناخذ البشر واقطعهم جلود واقدر ابيعها واقدر اكلها استفيد منها. طيب المزرعه ذي فيها الحرمه ذي، يب اللي زوجها ما ادري ايش وضعه سلامته. اتوقع انه هنا في اللايت هاوس هذا، خلنا نروح هذا امورنا زينه، نخلص المهمات اللي هنا المباني هذه نحاول نفتك منها. عندنا وزن؟ لا والله ما عندنا وزن. اتوقع بنحتاج نرمي. طيب وصلنا، هذول هم ميتين. بك بك حلو، هذول اللي قلت لكم عليهم اللي زي اللي قتلوا هذيك ولبوا عصب وراح فصل عليهم والحين يذبحهم. قلت لكم يا الحلقة اللي راحت هنا في كتاب. حلو 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 حلو، في هذا يب العلاج اضمه، اقدر اذبح اخذ فلوس وعشرة بس اقدر اضمه. فخلنا نعالجه، وبيقول واحد من اخوياي زلابه وخبص ام الدنيا وهو اللي سبب ان هذاك يعصب، والمعصب هو البوس الرجال ذاك. طيب طمنا لنا واحد جديد نكت يعتبر رينجر، نعطيه الابيليتي هذه ممتازه. او ملف الرجال بثلاثة ممتاز. وعندها هذه ابلاي بويزن فورس، هذه نفس الضربه حقت خوينا. ممتاز ممتاز، ارفع عندها كونستيتيوشن مره زينه، ديكستريتي حلو حلو. طمنا لنا عضو جديد الان، يا سلام. طيب خلصنا هذه. في هنا فوق مناره، خلينا نروح نخلصها، اتوقع قتال فيها. طبعا هذا ما له أولوية انه يعيش، اكيد بيموت هو، بس مع الليفل 3 والله حول الليفل الجنودي يعني. طيب ننطلق للاولد لايت هاوس، فيه قطاعين طرق، خلنا نشوف سالفتهم. اوكي 4، احنا 5 عددنا ومعي ناس قويين الصدق، ف راح نقدر نجلدهم ان شاء الله. طيب هم 4، ابي احط تيمي كله حول بعض، ما ابغاهم يتفرقون. طيب هذا ابو شيلد نخليه الحالة هنا، بعدين الدقرات نجيبهم هنا. حلو نحط رامي الاسهم هنا، تصدق نحط راعي الاسهم هنا بس ما عنده الابيلتي هذه. كيف نزود الابيلتي اذا كان جنب واحد؟ راي اند از نوت انجيج ان كومبات. طيب خلي هذا الحالة، خلي هذا هنا لأن هذول اللي هنا رمات أسهم كلهم فنقدر نجلدهم. حط هذا اللي نخليه الحالة الأساس الحق القوي. أتوقع لو إنه يجي هنا يقدر يضربهم اثنين، لا يضرب واحد بس، يضرب ما في مشكلة يضرب واحد. حلو الدورة بوشيل، لا مو بشيل بوسهم، اهبد. حلو روح لذي ضربة زيادة ان شاء الله نتفنشه. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب ننهي الدورة،
راح على بدرع. لا راح على اوكي ما في مشكله راح على ذا. اخبز والدي انا تكفى. خلاص الدور اللي بعدها يتفاهم معه. طيب ابو شيلد هذا المختار خليه يجي من ورا ذا. ابو شيلد ما اتوقع انه بنحتاجه. يا ساتر خبزني. لكن خلنا نروح ننقذ هذا ونخلي العيال لازم يضربوني. طيب اهبط ذا يا وحش. اي غزه في بطنه. حلو صرنا تقريبا في المعركه او مت صرنا يعني تعسنا عليها. طيب حلو 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 ان شاء الله الثاني يكون حوله لا يبعد. اوكي اوكي طيب اول شيء نخلي هذا يشتبك هنا. لا ذبح على طول روح يا ساتر ما يمزح. ثاني انطلق على ذا وهذا تكتيك الدوران. هذا تكتيك الدوران وذبحها على طول. لا يبغون ينحاشون ما تنحاش. من دورته اخبز كفو. حلو انتصرنا. هذول انعدمت دروعهم. لوت افتر ديفيتنج ا ممبر اوف باندت يو اوبتين ا ماب لوكيشن ذير لير. اوكي عند المكان حق مقرره نسوي لوت نصلح كل اغراضنا كونتينيو. طيب نبدا نلوت الان. نقدر نلوت المفروض. ايوه يوز لك بك. طيب نقول بسم الله. كم معي 5 لك بك. طيب يمين ياب طيب يعطيها شوي يمين كذا. ايوه يسار. طيب ايش عندكم؟ اكل. هات لك اكل. حلوين. هل في صناديق ثانية تنفك؟ اي صندوق ثاني ينفك؟ اي شيء ينفك؟ ايوه هنا في صندوق. ممتاز نفس خوينا. يلا بس هالمره ثلاثه. ثلاث عدد تنفك. حلو حلو حلو. طيب كتاب وشغلات هذه ايتم تركبها في الوحده مع الجندي. طيب في شيء ثاني ينفك ولا خلاص فككنا ابو الدنيا؟ خلاص فككنا. طيب الان نروح المخيم حقنا. اول شيء نريح. اول شيء نقرا الكتاب يعطينا نولج. سامك اوف نولج. الكتاب الثاني ذا برضه يعطينا نولج. جاتنا 4 نقاط نولج. طيب ابى اشوف فتحت حق هذا ولا لا. طيب خلينا ناخذ الكانيبلز. اخذنا الكانيبلز. حلو ايوه هذه حقه الجلود. الحين نقدر ناكل لحوم بشر ونقدر ناخذ حق شو اسمه جلد البشر ونسوي منها شو اسمه نسوي منها ذا شاكر يسمونه نسوي منها جلد. حلو حلو. طيب خلنا نوفر نقاطنا عشان نعرف ايش اللي نحتاجه بعدين. طيب هذا ما له مكان ينام الصدق فيبغى لنا نصنع الخيمة ضروري. الخيمة نحتاج 6 جلود. إذا لقينا خنازير أو أي شيء من هذا القبيل أصلا بنحتاج ننام الحين. طيب هذه بروفيشن اكسبلين جين. خلنا بعدين نوزع الترينكت هذه. وين المقر حقهم؟ الخريطة خلنا نقراها. أوكي مقرهم يسار. أوه المكان يتوسع. هذا يتوسع يسار. حلو حلو ما في مشكلة ما في مشكلة. طيب الفارم هذه اللي فيها المره لازم نجلد زوجها اللي هو هنا بس ما راح نقدر عليها حاليا. مره ما راح نقدر عليها بلد منه. طيب وين الطريق؟ الطريق منه يب. طيب خلينا نخيم. اوكي واحد مننا بيلقب ما راح يرقد. طيب ناكل خضروات.
ندفع الرواتب والنقل. طفرنا. Continue. Your companion have become more experienced. You can appoint a captain. Okay, حلو حلو. نقدر نحط كابتن الحين. أفكر أحطه بدرع. بدرع ذا أحسه ينفع كابتن. أنا نحطه كابتن. طيب. Virtual point كابتن. طيب حلو. وأنا أشوف بفات الكابتن حقه. بفات الكابتنية وين هي؟ يا ده شوف بفات الكابتنية. وين هو؟ هذا هو. كابتن صار. تريت. يا كابتن. غريب. طبعا علمني وش البفات حق الكابتن. طيب ما علينا. نكمل الان. خلينا نشوف هذول يبيعون جلود شيء. جزاكم الله بالخير. عندكم جلود؟ لا ما عندهم جلود. ليف. نجمع النبتات اللي معنا. هل نقدر نمشي مع الغابة؟ يا بنقدر نلف مع الغابة. نبي نمشي مع الغابة يمكن نلقى لنا حيوانات. قطيع ذياب ولا قطيع خنازير نصطاده. حلو حلو. ايوه قطيع خنازير نشتبك معهم. 6 خنازير. حلوين حلوين. معي رامي الاسهم بتفاهم مع الخنازير بكل سهولة. طيب 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 يبانا تكتيك حلو. اول شيء من اول ناس بتحركون هنا. طيب متوزعين هم متوزعين. طيب خوينا هذا اوكي 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 اوكي. لا خليه يجي هنا. هذا ما له مكان هنا. لا لان ودي احطه بوزيشن زين يقدر يسوي عليها مراقبه. لا لا استنى برجع هذا هنا. طيب نحرك رامي الاسهم خليه يجي هنا. ان شاء الله الامور زينه. ايوه كذا خلاص. اول ما يتحرك خنزير بيك نصه وصير ركز على اللي ورا. حلوين حلوين. طيب ننهي دورته. ابو درع يروح يتنك عليهم من هنا. اخبز حلو. هذه يوجين. يوجين ايش؟ اوه هذه المهارة. إذا جنبي حليف واستخدمت الابيلتي هذه راح يعطينا كلنا نقاط. ممتاز ممتاز. طيب تحرك هذا. طلقم سهم. مذبح السهم اوكي. ما في مشكلة. طيب ما ودي انه تنكسر دروعنا الصراحة. هي باقي دروعنا تعتبر ابو كلب. طيب هذا يا رب يطولهم. لا ما يطولهم. كان ودي انه يطولهم يعطيهم ضربه كذا لولبيه. تشوف يعطي ذا اللولبيه. اي والله يعطيهم لولبيه. عطها لولبيه وحش. حلو بس ما يقدر يمشي ولا يقدر يضرب. طيب من الدوره خوينا ذا ابو عجره. اخبز ثم نجهز البريد حقتك. يا سلام. ننهي الدوره. حلو 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 حلو. جاء في موقع استراتيجي. هذا بيتحرك وبيلقم سهم. ما ذبح السهم. طيب دخل معي في اشتباك. طيب هل يقدر؟ خليه يقرب منه. اول شيء نسوي رن. ابي انقذ خويي ذا. بطيط معنا. يا سلام. حلوين حلوين. طيب ننهي الدورة. القم رمية. حلو 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 حلو. انحشرت. طبعا هذا ضعيف حتى لو ما تطز فيه. ما في مشكلة ما في مشكلة. هذا يلقم دمج عادي. اعطيها الضربة الولبية. طيب هذه وش هي؟ نوكينج اوت ان انيمال وايل اتس انجيج وذ ان الاي ات ويل جوين يور تروبس. اوكي حلو. اقدر اضمه لي. كابتشر. سوينا له كابتشر الخنزير. حلو 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 حلو. ينضم لنا. تخيل جيش في خنازير العم الفله.
طيب حلوين حلوين، خلينا هذا نعطيه البرمة، هذا نعطيه اللفة. حلو طيب، حلو هذا اشتباك معنا، نقدر نسوي له نوك اوت بعد ذا. لا هذا لا يضرب، خلي هذا يضرب. حلو خليه ينطلق، لا يقرب، لا خليه يجي هنا. حلو بشوف سالفة الخنزير ذا. طيب خوينا ذا بيلقم، مات ذا. اوكي 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 اوكي، داينج داينج داينج، نحتاج انقاذه. هل هذا يتدمج عادي؟ حط بوينت، جاتنا كلنا بوينت. طيب اخبز ذا يا وحش. بروتكشن كل الحلفاء. طيب ننهي الدورة، هذا بويزن فما بيلعب، لا داينج بس. اوكي حلو ما هو بويزن، اهم شيء هذا مركز هنا. طيب هذا ما له دورة، خليه سكيب. وبحاول اضمه ذا بعد، ولا ما اقدر اضمه خلاص. خنزير ذا نضربه من وراه، ما نقدر. طيب اهبد، راح اعطاه ضربة ثانية. ليه؟ ايش معنى؟ ولا بس اقدر اجند خنزير واحد. طيب ننهي الدورة. الحلبين هذول كيف نظامهم؟ فنش يا وحش. انتهت المعركة، جندنا خنزين. والله وضعنا مزري. عالج 4 جلود بس. يا كم كنت تحتاج جلد انا؟ باقي لي جلدين يا حبيبي. طيب الانفنتوري عندنا فل. هذا الخنزير حقنا، اهلا خنزوري لبله. ياكل معنا طيب شيء، ياخذ اكل شيء. وين الخنزير؟ هذا هو الخنزير، ابن هيله. استخدم عليه هيل. هيا الخنزير. طيب نحتاج ننقص 3 حاجات. ما في شيء يتكرفت هنا، في هذه نكرفت 1. لا نبي كرفت لك بك. طيب ما استفدنا شيء. طيب شكل ما لنا نمشي بطيء، او اني اضحي بشغله ارميها. نرمي ايش؟ خلنا نحاول نلبس شخصياتنا. طيب طيب هذه الضربة اللي من ورا تزوده 5%، فهذه نعطيها الرينجر حقنا المقتال اللي لبسه اياه في الحزام. طيب فك الوزن حلو. طيب في حزام ثاني تذكري، هذه بروفيشن اكسبيرينس جين 10%. طيب الاكسبيرينس هذا عندنا التنكر، نعطيه هذه. يا سلام موبايل في لنا اكثر. حلوين حلوين. طيب نكمل معنا خنزير زيادة. طيب هنا في اسطبل يبغى لنا خيل، دامنا الحين بدينا نفلل والشغلات هذه، يبغى ناخذ لنا خيل. خيول ما تفرق. بفلوس والله، غالي اكيد فلوس بس غالي. طيب نكمل نكمل، نروح نسلم مهماتنا ثم بعدها نشوف نشتري خيل او لا. طيب انا اشوف ان نحتاج خيل الصراحة. ايوه يا ساتر، هذول كيف اشتبكوا معي ما شفتهم. اوكي اوكي عددهم مره كبير الصراحه، من وين دخلوا علي ذول؟ طيب
طيب المعركة هذه بتكون صعبة، عددهم كبير 7 وحنا 6. طيب المقتل ده تعال هنا، باقي جنودي وينهم؟ في خنزير واحد بس، تعال تعال هنا. حلوين حلوين، بوتانك على البدال هذا هنا. خنزير وش ضرباته؟ عنده ضربة ذي تعطيه 6-7. نخلي الخنزير يضحي بنفسه. طيب هم وينهم؟ كلهم هنا يعني معقولة؟ هنا 1 2 3 4 في الفوق ما هم واضحين لي صدق. طيب نحرك أول شيء هذا هنا. حلو 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 حلو، نهب ذا أول شيء لنا الحالة، ثم نجي وسط دول نعطيها برمة. حلو وبويزن، يا سلام ننهي الدورة. طيب هذا 11 دمجنا، نحتاج نرفع الدمج شوي. قرب راعي الأسهم واضرب ذا وحش. طيب راح نشتبك مع ذا، طعنا سممنا وهو تسمم بعد. طيب ايوه الخنزير ايش فيه تحرك؟ ولا من نفسه ما اتحكم بالخنزير يعني ما اقدر اتحكم فيه. خنزير ما اتوقع اقدر اتحكم فيه. طيب في واحد هنا يب، قرب منه يا وحش واخبز لي وحش. حلو اعطى الضربة ذي من الدورة، طعنا ما في مشكلة. طيب الديبان جاي لبدرع، حلو وبدرع اموره زينة يقدر يتنك. نعطيها فورس تارجت انجيج، لا نعطيها هذه ديفليكشن. طيب ديفليكشن وضرب ينقص الدمج. حلو ما نحتاج نضيع نقاط. طيب ايوه ايوه من وين رمى هذا؟ وات كيف رماني واحد مظهري؟ حلو يا بدرع تنك تنك يا وحش تنك. طيب خوينا ذا خل يجي يفنش ذا ان شاء الله ما يتسمى. فنشه وخر عن السم، انطلق كذا يا سلام. محتاج يساعد ابو درع اللي ورا. طيب درع تنك، حلو حلو بدرع تنك عليه والله ما قصر صدق. طيب انت خلص ضربك، حلو قرب لهذا. حلو هذا عنده حركة اللي هنا. طيب ان شاء الله نقريب ذا. ايوه قريب يا سلام، خل قدامه هنا نلزق فيه يا ادمي. الماوس بشويش بشويش، ايوه كنت بحطه في المربع ذا. طيب قرب، ايوه قرب خلاص خلاص واخبز ذا هنا. حلوين ننهي الدورة. هذا خليه يفنش، فنشهم. حلو حلوين حلوين، نقرب هذا من هنا. الحين تفهمون الفكرة ليش نقرب الناس انا كلهم. ننهي الدورة، خذ الضربة عندك مشكلة. طيب لا 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 شوي شوي نبي نقرب هذا بعد هنا. حلو حلو وننهي الدورة. ليش كل دي الفلسفة؟ طيب ليش الفلسفة ذي كلها؟ لأن هذا عندها ability ذي اللي تعطينا نقاط. طيب خليهم يحافظون على نقاطهم لين
شايفين عدد النقاط؟ لأن كل ما كثروا الألايز اللي حوالينك كل ما زادت النقاط اللي عندك. والآن نروح نتنك على ذا. لا هنا اشتبك معه. حلو الدور خنزير الحين يفنشه من ورا. اضرب خنزير كفو. والله خنزيري معضل يا عيال. طيب خوينا ذا يكمل. لا لا المعركة ذي والله حلوة كان. بس دقيقة باقي ثلاثة وين؟ يقول لي باقي ثلاثة. طيب وين ثلاثة؟ اتوقع انهم هنا. ايوه هنا. يا ساتر خرب علي الضربة. في واحد هنا. طيب حلوين نحرك خوينا راعي الدرع. خليه يجي هنا. قفطنا ذا. خذ الرمح وهفه. حلو ثم نخبزه. ممتاز. طيب يبون ينحشون؟ لا تنحشون. نبي نلحقهم ونجلدهم جد. طيب ارجع هنا يا وحش. نقدر نستخدم ابيليتي ذي؟ لا بس نقدر نعطيهم بروتكشن خيانة. حلو ننهي دورته. الله ياخذك انت وسمك يا اخي. اخبزه في عينه. حلو ننهي الدوره. انا خليته مسوي ريتريت كان اصرف. شال الدرع يا ليل. طيب انت روح عطى الرقصه. يا سلام والله كان عددهم مره كبير الصراحه. طيب دخل الاغراض جيب كل الجثه. وزننا صار مره ثقيل ما راح نصلح لاننا خلاص قريبين من المدينه. طيب نبي نروح للمخيم. نقدر نسوي جلود؟ لا ما نقدر نسوي جلود. ليش؟ طب كيف اسوي منهم جلود؟ المهارة اللي فتحتها هنا انا وين هي؟ هذه يقول لك يو كومباينز نو لونجر هاف اني كاملز ار بريتنج اوكي تروبس يو كان ناو ستريتش كروبس اون ذا تيرنينج راك. طيب هل انا عندي تيرنينج راك ولا لا؟ هل نقدر نتعلم التيرنينج راك؟ نتعلم السدد. ما فتح لنا شغلات من هنا؟ هذه التيرنينج راك كيف نفتحها طيب؟ هنا السؤال كيف نفتحها؟ ناكل لحم بشر خفف وزننا. خذ النفار. بس يا ساتر والله الاكل الحين مره كثير معنا. طيب كنتينيو نروح نشوف جير خويانا. البو هذا كيف؟ لا اضعف. هذا وش هي؟ ترينكت تنباع. ما في جير ثاني صح؟ اي ما في جير ثاني. طيب نوصل خلاص نوصل المدينة الحين. باقي لنا تكة بس. تكة واحدة ونقدر نمشي زين. بس خلاص نوصل المدينة ونبدأ نبيع. إن شاء الله ما حد يمسكنا. طيب وصلنا المدينة. حلوين أول شيء نروح البلاك سميث كلمه يصلح لنا أغراضنا. يا سلام نبيع البو نبيع التنكريت رب حقنا ذا لا نخليه. طيب نطلع نبي نروح للسوق نشوف هل في جلود حيوانات ولا لا. هذا ما عنده جلود. عنده لحم بس ما عنده جلود. طيب هذا خضار ما عنده جلود. هذا عنده جلود. حلو نحتاج كم تقريبا كذا عددنا زين. احنا كنا نحتاج جلد بس صح؟ كم كنا نحتاج جلد؟ والله اني ناسي. هذا الكرافتر الخيمة تنت. ايوه سوينا لنا خيمة. هذا الخيمة كم تشيل واحد الخيمة؟ تشيل 4 اشخاص. اوكي حلو
هذا يصير ينام فيها. حلوين حلوين. Assign combine restore one extra for each troops bonus maximum value. أوه حلو حلو. لأجل بنوم فيها لان قويين. نوم فيها قويين. هذا يتك هنا. نرى من أسهم هذا. هذولا كلهم ينامون هنا. المفروض يدخلون داخل الخيمة. هذا المقتل حق صح. حتى المقتل حق تك في الخيمة. هذا الحالة يتك هنا. هو الخنزير والحمار. طيب. ما نقدر نسوي لنا تنت ثانية، اوكي ما في مشكلة. سدل نحتاج ثلاثة جلود عشان نسوي لنا سدل. طيب نروح نرجع للسوق ناخذ لنا ثلاثة جلود. توك عطني ثلاثة جلد. حلو. طيب نسوي اكزت نروح المخيم نسوي لنا سدل. سدل باك راح تزيد 10 كاباسيتي. حلو. حطها للحصان. طيب وين السدل؟ هذه هي. طيب هذا اقدر اعطيها الغبي ذا. يب نقدر نعطيها اياها. حلو. تزود سرعتها. حلوين حلوين. طيب كذا الان امورنا زينه. الكرافتنج فتحنا اغراض زياده نكرفتها ولا لا؟ فتحنا ذا ولا لا؟ طيب ما نقدر نفتح شيء جديد. طيب كذا نقول حلوين حلوين. طيب نبي نروح للآن نستلم فلوسنا. جيب فلوس كله. طيب ريفيو نشوف المهمات. في مهمة واحدة سبلاي ميرشنت وذ بوتري. سبلاي ميريهم ومدينة اسمها ميريهم اتوقع وذ تو بوتري and you will be rewarded handsome. طيب حلوين. هذا وشي bring the message to the former courtier. طيب ما علينا حاليا من المهمات. خلنا ننتظر اول شيء. ابغى اعرف كيف افتح التنري صدق. ودي اعرف كيف. هذا وشي يبيع. خلنا ناخذ لنا هيل. خمسة هيل. نبيع هذي. نبيع هذي بعد كل الشغلات اللي بنبيعها. اللي ما احس مستفيد منها حاليا. اوكي اوكي سدل مو لبست انا واحد قبل شوي. كومبوننت اويل ما ادري ايش نحتاجه فيه صدق. كزايز لا الجايز حاليا اتوقع نقدر نكرفت فيها بعدين. طيب نسوي دقيقه نسوي ليف دام معنا في كومبانين زايد نخليه حق اعشاب. حق الاعشاب وش يحتاج؟ دكستريتي. عنده دكستريتي عاليه. نحط حق الاعشاب هنا يقدر يصنع لنا علاج. اوكي بس يحتاج وش؟ يحتاج سنو الورده حقت الثلج. حلو حلو اجل لو رحنا الثلج نقدر نجمع ورد. ممتاز ممتاز الورد اللي معنا نحتاجه. حلوين. هذا انا ما اعطيته سدل. لا اعطيته سدل انا يا خير بس سدل خلاص. حلوين حلوين. طيب فورج وين حدادي؟ الطباخ حقنا صح؟ بصراحة حداد وارجع حداد بالاحرى. يقدر يصنع لنا شيء؟ لا فالليذر ما لنا الليذر. طيب التاون هول هذه تغير كلامها شيء؟ طيب تقريبا نبغى نشوف الان نشوف هذه كم بقت مهمة تقريبا من حقين الريفيجيز. بقت مهمتين نشتريها معنا صراحة انفلونس كثير. خلونا نعرف مواقعها كيف. ودي اخلص المنطقة دي. اوكي كلها يسار. حلو كذا الان نروح نشوف المهمات يسار. ريفيو عند المهمة دي تحت يسار. اي هذا شفناها في البث نقدر نقنع انه يرفع الفلوس. سكسس ريت 55 نجحنا. اكسبت اوفر. يا سلام. ايوه حولهم. طيب هذه افريج برضو فشلنا. طيب 150 اكسبت. والله بس بعيده مره. هذه هارد جارد از كونفنس ذا هول تومسون هايدنج باندت لير. طيب هذه حقت الباندت لير لكن ما نبيها صدق. طيب نسوي اكزت نبي نتاكد ربعنا كلهم ان شاء الله جاهزين.
والله يعني الايتمز معنا علاجات. نروح النولج. اوكي اتوقع هذه الغنايم اللي تجينا من المعركه تزيد 5%. خلنا نتعلمها. حلو نشوف تغير هنا شيء في اللوكتين. هذه اللوكتين ما ادري وش هي، بس نحتاج جلد، 2 جلد. خلنا نروح نشتري لنا 2 جلد. مدير جيب 2 جلد. حلو نصنعها. طيب نروح هوينا ذا ليصنع هذا كان بنجير. طيب صنعناها. ما ادري ايش فايدتها. بروجريس ميد ان ديسكفري. طيب بنسوي لها ديبلويمنت. حلو نيو بروفيشن سكولر. طيب وين خوينا هذا راعي الاعشاب؟ نخليه سكولر مثلا. طيب وش فايدتها هنا؟ وش نحط فيها؟ صراحه احنا شفناها في البث لكن ما عرفنا ايش فايدتها. ايوه حطينا عليها. طيب كيف تشتغل؟ ما ادري الصدق. يبغالي اشوف لها بعد التصوير مجطع كيف نسويها. طيب كذا حلوين. هذا وش يبي؟ يبون فلوس او خبز. اعطى خبز. يلا تمام نسوي اكزت. حلوين. ودي الحين شو اسوي؟ امر الاستيبل اول شيء. ناخذ لنا خيل ثم نبدا نسوي المهمات اللي هنا. نسوي المهمات هذه. المهمه شكلي بسحب عليها. خلني اخذ لي مهمه. المهمة حقة الكامب احتياط. ناخذ المهمة الكامب. نتوقع على طريقنا هي اذا بنسوي المهمة الثانية. وين هي مهمة الكامب؟ هذه هار تعتبر. لا ابغى اناقشه ذا قبل شوي. يلا حلو مناطق كلها يسار. والحلو فيها انا جنب المدينة اقدر نروح ونرجع. طيب كذا امورنا زينة. نشوف اللي موجودين هنا. هو واحد كلاس كذا جديد اول مره اشوفه. فهمت الفكره؟ طيب كذا امورنا زين. خلونا ننهي الحلقه هنا ونشوف الحلقه الجايه. راح تكون في مغامره هنا. مغامره الغرب نسميها الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. اتمنى المقطع ما عجبكم. لا تنسوا تدعموا القناه ودعم السلسله. كان معكم حتو جيم. راح نلقى احطال من قناه ريبيان ليجن. السلام عليكم.